تسليم مسعود أبو عجيلة للولايات المتحدة من أجل المحاكمة في قضية لوكربي لا يزال يشغل بال القاصي والداني هناك في ليبيا ويثير لغطا كبيرا. العديد من الأطراف استنكرت تسليم أبو عجيلة لواشنطن وطلبت بفتح تحقيق، وهو ما حدث فعلا، حيث أعلن النائب العام الليبي الصديق أكد البدء بالتحقيق فيما وصفه حادثة تسليم مسعود أبو عجيلة إلى الولايات المتحدة. أيضا النائب العام قال إن عملية التسليم جرت دون علم السلطات القضائية الليبية. إلى ذلك ندد 44 حزبا سياسيا ليبيا بالواقعة ودعوا إلى الاعتصام أمام مقرات الأمم المتحدة وسفارات الولايات المتحدة في الداخل والخارج. وفي إحدى التسريبات التي تخص ملابسات القضية قالت صحيفة The Guardian البريطانية أن اتفاقا جرى إبرامه قبل 3 أشهر بين الإدارة الأمريكية ومسؤولين ليبيين من أجل تسليم أبو عجيلة، مشيرة إلى أن المفاوضات بدأت منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.